طيب، السلام عليكم. احنا وصلنا لفين اخر حاجة؟ احنا وصلنا بنتكلم على حاجة اسمها الـ Time Cost Trade-Off، او بمعنى اخر العلاقة ما بين الزمن والـ Cost، العلاقة اللي ما بين الزمن والـ Cost. هل يا ترى احنا كنا رسمنا العلاقة دي المرة اللي فاتت ولا ما كناش رسمناها؟ العلاقة ما بين الزمن تي والكوست، رسمناها ولا ما كناش رسمناها؟ طيب انا مش متذكر قوي، هل تعتقدوا العلاقه دي عامله ازاي؟ هل كل ما ولا هي كده مقلوبه؟ طيب هي كده، هي الامر هي مقلوبه، هي العلاقه بتبقى تايم وكوست. والسؤال العلاقه دي عامله ازاي؟ proportional equally proportional، يعني كل ما يزيد التايم كل ما يزيد الكوست، linear ثابتة ولا العكس inverse proportion أو indirectly proportional؟ تعتقدوا إيه العلاقة ما بين الاتنين دول ببعض، time والكوست؟ أنا أظن يا دكتور إن التايم كل ما بيمشي كل ما الكوست بتقل لحد نقطة معينة، بعد كده يبدأ الكوست يزيد تاني عشان تكلفة بقى إن أنا بتأخر وكده إلى حد ما صحيح، ماشي. هي حقيقة الأمر العلاقة الطبيعية والعادية ممكن يبقى عندك في ملابسات، إن أنا كل ما بتأخر كل ما الكوست عليا بيعلى، بس حقيقة الأمر هي العلاقة دايما دايما إلى حد كبير هي عاملة حاجة كده، دي علاقة التايم بالكوست. إن أنا كل لما خلينا كل نتكلم على مبدأ، كل ما أضغط وقت وسهر المقاول وأضغط المقاول في السهر وأقول له خلص بسرعة، بطبيعة الحال هيبقى التكلفة بتاعت المنتج اللي طلع ده أغلى. ليه؟ هيعمل شيفت زيادة، هيدفع أوفر تايم، هيظبط العمال بتوعه والفريق إنه هيديهم أوفر تايم وفلوس زيادة وسكن وعربية توديهم وعربية تجيبهم بالليل متأخر، ويعمل شيفت بالليل، وشيفت بالليل ده معناها كوست زيادة. فهي نورمالي العلاقة بتبقى بشكل ما بالشكل ده كده. طيب إحنا بنتكلم على كوست وتكاليف، برايس اللي هو السعر اللي هو عبارة عن الكوست بلس الماركب، دي مش داخلة معانا في الكلام خالص في اللي احنا فيه دلوقتي. بنتكلم على التكلفة، فطبيعي ان انا لما بضغط الوقت التكلفة بتزيد. مش هو سؤال كلمة حكيمة وحلوة قوي، انا وارد جدا لما الزمن بقى يزيد مني قوي 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 معنى كده التكلفة بتعلى. بتعلى فين؟ مش شرط انها تعلى في غرامات التأخير، بس هتعلى في حتة. احنا مين النهارده يعني، او التوبيك بتاعنا اللي بنتكلم عليه اللي هو تايم كوست تريد اوف، هو بيدرس العلاقه ما بين البروجكت كوست، كوست ثم كوست ثم كوست، والبروجكت ديوريشن ومده المشروع. احنا هنعمل تايم كوست تريد اوف بطريقه سيمبل جدا، في طرق معقده شويه عن كده بس احنا هنعملها بابسط الطرق واولها. واحنا محتاجين نوصل لقرارين، حقيقه الامر المطلوب ان احنا نوصل لقرارين. أول قرار فيهم هو الـ Optimum Time للمشروع ده يخلص إمتى؟ هل فعلاً يحصل زي البشمهندس ما بيقول إن هو بعد شوية الوقت هيزيد، فبالتالي أول ما يبتدي يحصل انقلاب في الكيرف والكيرف يبتدي يحصل إن هو يطلع، معنى كده إن الوقت بقى ده يعني كل ما زود عن كده ما بقتش ورثي ومش صح. ده أول حتة. تاني حتة، ماذا لو جالك المالك زي ما بيحصل الايام دي كلها ويقول لك خلص المشروع ده في 6 شهور، وقول لي انت عايز كام، يعني عايز كام عشان 6 شهور دول يخلصوا؟ فانت محتاج دايما يكون عندك بدايل بتاعه اللي هي تسرع لك المشروع، اللي هو المينيمم تايم عشان اعرف اخلص المشروع ده في قد ايه، هعمل فيه ايه كويس. فبالتالي انت احيانا بتحتاج حاجه اسمها تكراش البروجكت تو ميت ديدلاين، ان انت تكراش او تضغط المشروع عشان اوصل للديدلاين المطلوب مني. بس انت محتاج الكوست اللي معاه هيبقى كام عشان تعرف تقوله للمالك، تقوله والله لو انت عايز تاخد مشروعك كمان 6 شهور التكلفه هتعلى وهتبقى بالمنظر ده كده. ممكن جدا اكون بستورد حاجات زي ما بيحصل برضو معانا دلوقتي، لان احنا محتاجين نستورد حاجات ولكن الاستيراد بطيء والشحن بطيء وكلام من ده كله، هنضطر نستورد عن طريق الهواء، طيارات بتتشحن في طياره، الحاجه اللي احنا عايزين نشحنها لو تنفع تشحن في طياره، والكوست بتاعها بيبقى عالي جدا جدا غير كوست بتاع الشحن اللي في البحر، كل ده تكلفه زياده. فلازم يكون عندك البدايل اللي تخليك تسرع المشروع، هعمل فيها ايه.
احنا هنعمل حاجه اسمها موديلنج للتايم كوست تريد اوف از ان اوبتمايزيشن بروبلم. اوبتمايزيشن بروبلم اللي هي مساله اللي هي بيتطلب فيها الوصول الى الحل الامثل واللي هو يعتبر اقل الحلول بالنسبه لنا. طبعا احنا بني هتبقى برضو حساباتنا هتتبني على السي بي ام كالكوليشن وعلى الديدلاين بتاعنا، وهنشوف الليست بوسيبل كوست بتاعنا عامل ازاي. طبعا هيبان عندي اتنين فاكتور، لو انا عندي ايرلي بونص فور ايرلي فينيش، وطبعا لو عندي ليكويديتي دامج او اللي هي غرامات التاخير. شفنا مع بعض المنظر ده المره اللي فاتت، بتهيالي المنظر ده بيقول ايه يا جماعه، ان انا عندي الكوست نوعين، التكلفه اللي بصرفها نوعين. نوع اولاني اسمها دايركت كوست، ودي تكلفه مباشره بتتصرف دايركتلي على البنود اللي اعرف احملها على بنود الانتاج. يعني ايه بنود الانتاج؟ البي او كيو اللي هي البيل اوف كوانتيتي، او اللي هي مقايسه الاعمال اللي انا مطلوب مني ان انا انفذ خرسانه مسلحه وخرسانه عاديه واحط حديد واصب عمود واصب بلاطه. كل البنود اللي احنا بنسميها دي كلها بنود موجوده في البي او كيو او البيل اوف كوانتيتي، مقايسه الاعمال. فانا مطلوب مني نطاق اعمال بالشكل ده في الفورمه دي. جميل، حلو قوي. وبالتالي انا اي قرش بصرفه اللي انا بروح اشتري حديد هو محطوط على بند جوه البي او كيو. رحت اشتريت خرسانه محطوط على بند جوه البي او كيو. رحت اشتريت هزاز عشان يعني عشان الخرسانه محطوط. رحت جبت مقاول باطن عشان يعمل الخشب، ونجار باطن عشان يعمل الخشب وياخد 10,000 جنيه في السقف، برضه موجود طول ما انا موجود جوه البي او كيو. طب هو انا عندي مصاريف تانية بره البي او كيو؟ يس. او عندي مصاريف تانية ما اعرفش احطها على اعمال؟ يس. دي بنسميها الاندايركت كوست، او المصاريف الغير مباشره او اللي هي فرعيه. ودي تنقسم لحتتين يمكن اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. اول واحده فيها اسمها بروجكت اوفر هيد، او بنسميها ساعات سايت اندايركت. دي اللي هي لها علاقه بالمشروع. كويس. يعني ايه؟ يعني انت واقف النهارده في الموقع، انا عايز كرفان يا جماعه، فهنجيب كرفان، هنأجر كرفان. الكرفان ايجاره ب 5000 جنيه في الشهر، في عدد الشهور ادي كده 50,000 جنيه لو انا بتكلم على 10 شهور. انا محتاج مدير مشروع ومعاه اثنين مهندسين ومعاه سكرتارية، دول على بعض بياخدوا مثلا سي بقبض مرتبات 50,000 جنيه في الشهر. في 10 شهور ادي 500,000 جنيه. انا عندي سور مؤقت هعمله ب 10,000 جنيه، عندي غفير هجيبه بكذا. عندي وعندي وعندي وعندي، فاصبح ان انا بصرف في الموقع وانا واقف، ولكن الفلوس دي كلها اللي انا بصرفها مش عارف احطها على بند من بنود البي او كيو. ملهاش، مش عارف اقول للملك تعالى ادفعني مرتب المهندسين بتوعي، او تعالى شوف احنا جبنا شاي وقهوه في الشهر ده بكذا، او تعالى انا جبت عربيه واجرتها بكذا، او تعالى انا جبت اكل للناس بكذا. فانا عندي حاله الامر مصاريف هتصرف ملهاش علاقه بالبي او كيو، ولكن لازم تعرف انك تجيب الفلوس دي. ده سؤال صعب. طب اجيب الفلوس دي ازاي؟ اعرف اجيب الفلوس ازاي؟ بان انت بتحمل الفلوس دي جوه البي او كيو بشكل ما كبرسنتج. بمعنى كده ايه؟ لان لو عندي كوست مثلا بتاع بند اسمه خرسانه، كوست الكونكريت مثلا سيل مثلا ده ب 5000 جنيه، فانا هبتدي اشوف واحسب الاندايركت كوست بتاعي واحوله لبرسنتج معينه، اقول مثلا سي 10% الاندايركت كوست بتاعي. وبالتالي لما اروح ابيع ده او ابتدي اتكلم على التكلفه اللي هي بتاعت بند الخرسانه، هي مش 5000، لا ده هي 5500. ليه؟ عشان انا بصرف مصروفات نثريه مش باينه جوه الخرسانه. ال 5000 جنيه دول هتلاقيهم متقسمه خرسانه كونكريت ورينفورسمنت وليبر وكل الكلام ده كله. حلو قوي. شويه المصاريف اللي انا هصرفها مع الخرسانه باينين وواضحين بالنسبه لي، ودول اللي جمعوا لك ال 5000 جنيه. ولكن يتبقى عندي مصاريف تانية هتتصرف، عشان كده بنتكلم على كوست. كويس. فالمصاريف اللي بتتصرف دي لازم تتحمل على البنود العمليه نفسها، وتتحمل بالتوازي بالتساوي بينها من بعضهم بنسبه مئويه معينه، وهو ده الغالب والشاهد المعروف اللي انا بقوم بعد ما اكون حسبت كل مصاريفي المتوقعه عامله ازاي، اقوم محولها لنسبه من الدايركت كوست، واقوم محملها جوه البي كيو، واقوم راجع حاسب بنودي مره ثانيه بناء على هذه النسبه. بروجكت اندايركت كوست او البروجكت اوفر هيد زي ما بنسميها، هي المصاريف اللي سعادتك هتصرفها جوه، المصاريف اللي سعادتك هتصرفها جوه المشروع، ولكن ما تعرفش تحملها على بند من البنود.
جميل، ودي طبعا بتتغير وتطلع وتنزل على حسب طبيعة المشروع، متطلبات المالك والاستشاري. ممكن المالك يطلب عربية جيب شروكي زي ما قلت لكم مرة قبل كده، كان في مالك طلب عربية جيب شروكي اللي هو بالسواق، ده مصروف ماشي حلو، انا هجيبه لك كمان بس مش هدفعه من جيبي، eventually انت كمالك اللي هتدفعه لي. فهي دي الشطارة، انك تعرف تحسب حسبتك مظبوطة. الايتم الثاني اللي هو شبيه شويه بالبروجكت اندايركت كوست، اللي هو الجنرال اوفر هيد، او ساعات بنسميه كومباني اندايركت او كومباني اوفر هيد، كومباني اندايركت، كومباني اندايركت اللي هي او الجنرال اوفر هيد ايا كان مسماها ايه، كل المسميات دي بتستخدم، هي المصروفات اللي بتصرف بقى جوه الشركه، رئيس مجلس الاداره والسكرتاريه والعربيات و و و و, و. وبالتالي تعريف الجنرال اوفر هيد هي المصاريف اللي سعادتك هتصرفها جوه الشركه وما تعرفش تحملها على بند من البنود، ولكن المشروع لازم يرجع فلوس، نظير ان الشركه دي موجوده في المكان ده، نظير ان رئيس مجلس اداره الشركه هو المهندس كذا 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 اللي هو عنده اكسبرت رهيبه، نظير ان هو معاه عربيه وبيلف بيها، نظير ان هو بيروح بيعمل دعايه وبيعمل اعلان وبيعمل مثلا زي حفله لتكريم مثلا الناس المهندسين بتوعه، كل الايفنتس او كل الاحداث دي هي دي كلها جايه في الشركه، ولكن الفلوس دي كلها لازم تتلم من المشاريع، وكل ده اسمه كوست، ان دي تكاليف فعلا مصروفه، لسه ما جيناش بقى للارباح بتاعتي اللي هي المفروض تيجي بعد كل ده، اللي هي تيجي في الماركب والاثنين دول مع بعض يطلعوا لي البرايس او السعر. فبالتالي لما ابيع حاجه معينه انا بحط فيها الدايركت والبروجكت اندايركت والكومباني اندايركت وكل دول مع بعض، يبقى بالنسبه لي اسمهم توتال كوست، واجمع عليهم الماركب اللي هو يطلع لك البرايس. انت لما بتروح تشتري ايفون او سامسونج او اي حاجه، اشتريت الموبايل ده ب 5000 جنيه على سبيل المثال، وانت تعرف التكلفه اللي جواه كام؟ هل تعرف تكلفه الخامه اللي اتعمل بيها كام؟ تكلفه الراجل اللي هو مات ده بتاع ابل كان بياخد مرتب كام؟ تعرف ان شركه ابل بالمبنى بتاعها الفخم الفخيم اللي في امريكا والشكل الرائع الرهيب ده كله مكلفهم كام؟ لا، انت في الاخر بتعرف السعر اللي انت اشتريت بيه المنتج ده. نفس الكلام ده في الكونستراكشن، المالك بيعرف ان الخرسانه دي بتساوي 6000 جنيه. ال 6000 جنيه دي شامله ايه؟ شامله مصاريفك وشركتك ومهندسينك وارباحك. تمام؟ فانت لازم تعمل الحسبه كمقاول او كونستراكشن مانجمنت او انت لازم تبتدي تعرف تعمل الحسبه من تحت لغايه لما تعرف انك هتبيعه بكام. فانت شركه ابل بتكون عارفه ان هي من ساعه ما نبتدي اعمل منتج وصنعه و لغايه لما اصدره هو واقف عليا بكام، او انا هبيعه لك بكام، وانا عايز اكسب كام، وانا عارف ان انا محتكر السوق فانا هرفع الماركه بتاعي كويس. بالطبيعيه الحال بقى، واللي يهمني دلوقتي عشان خاطر نكمل التوبيك بتاعنا، هم اتنين تيرمز، الدايركت كوست والاندايركت كوست. ومش هنتكلم عن الماركه زي ما قلت لكم، مش هنتكلم عن ارباح ولا اسعار، هنتكلم على دايركت واندايركت، مصروف مباشر ومصروف غير مباشر. والمصروف الغير مباشر ده هتلاقي منه انواع، هتلاقي حاجات فيكسد وحاجات variable with time. مين الفيكسد؟ اللي انا رحت اشتريت كرفانات، فانا اشتريت كرفانات للمشروع دول ب 50000 جنيه، فده بقى رقم فيكسد خلاص الدفع في اول مره. اللي انا ركبت سور وعملت بوابه ب 10000 جنيه، فخلاص كده هيبقى 60000 جنيه. ممكن جدا يكون باجر عربيه، وفي حاجات بقى variable كتيره مع التايم، او هي مش variable مع التايم، هي عماله تشتغل مع التايم، هي ريليتد للتايم، زي مرتبات المهندسين، زي مصاريف الموقع، زي عداد الكهرباء والميه، زي ايجار الونش اللي واقف في الموقع كل يوم عمال يعد ايجار، زي العربيه اللي انت جايبها ومأجرها وبتهلكها معاك في المشروع. كل الكلام ده كله هو شغال طول ما المشروع شغال. بيوقف امتى؟ لما المشروع بيخلص. فانا عندي نوعين من انواع الكوست، حاجه اسمها دايركت كوست بيدفعوا على طول، عماله، خرسانه، حديد، عماله خرسانه بالذات، يعني لو قلنا النجار والحداد دول بيتحملوا على بند الخرسانه، البنا بيتحمل على بند الطوب، الطوبه نفسها واشترينا كام طوبه وجبنا لها اسمنت ورمل وسقاله، كل دول بيتحملوا على بند اسمه الرمل، بند اسمه المباني. جينا بقى في مشكله ثانيه، في مصاريف ثانيه هنحطها اندايركت كوست لو انا مش عارف احطها فين. عملنا طرق مؤقته زي ما حصل مره في مشروع في مدينه ما بتمطر كتير قوي،
وعارفين ان جو الممطر ده بيخلي الارض طينيه، فالارض الطينيه لما تمطر فيها، لما الجو بيمطر فيها بتتحول لوحله او لطينه، فبتبقى روبه كده، فانت مش عارف تتحرك عليها ومش عارف توصل حتى لمكانك. هيضطر يعمل طرق مؤقته، الطرق المؤقته دي بتخدم الخرسانه والمباني والحديد وكل الكلام ده كله، فاصبح كل ده من ضمن الاندايركت كوست. طالما انا مش عارف احطها على بند ومش هعرف اقول للمالك تعالى ادفعهم لي، يبقى لازم يتحملوا في الاندايركت كوست على طول. جميل. اسالكم سؤال هنا، لو انا بتكلم على الدايركت كوست والاندايركت كوست وكل واحده من دول علاقتها مع الزمن عامله ازاي، حد يقدر يقول لي؟ يعني لو رسمت حاجه كده تايم مع، مش مع كوست بقى، مع دايركت كوست، ومره تانية رسمت تايم مع اندايركت كوست، تايم مع اندايركت كوست، حد يقدر يقول لي العلاقه دي عامله ازاي؟ ايوه سوري انا اسف. مين يقدر يقول لي تايم مع اندايركت كوست، وهنا كده تايم مع الدايركت كوست، حد يقدر يقول لي اول علاقه في التايم مع الدايركت كوست يبقى عامل ازاي؟ هو اللي احنا شفناه في الاول ولا شكله هيختلف؟ يا دكتور اللي احنا شفناه في الاول هو التايم مع الدايركت كوست. تمام. طيب تانية بقى، لكن الاندايركت هتكون لينير، بتزيد مثلا مع الزمن بشكل لينير اظن. مظبوط. الاندايركت كوست هتفضل تزيد مع الزمن. ليه؟ لان هي فلوس طول ما المشروع بيعد 6 شهور هيدفع لهم رقم، لو بقى 9 شهور هيدفع لهم رقم. الاثنين دول مع بعض لما نجمع الاثنين دول مع بعض هيدوا لك التوتال كوست. التوتال كوست حقيقه الامر المفروض هيطلع حاجه بقى بالشكل اللي هو ده، لو ده التايم وده التوتال كوست، لو انا حبيت اجمع اخد ده مع ده الاندايركت كوست وده الدايركت كوست، هيطلع لي حاجه بالشكل ده كده. لو حبينا نجمعهم على بعض ونرسم الكيرف هيطلع لي حاجه بالشكل ده كده. نقطة بالنسبة لي هي النقطة دي في الزمن ده، هي النقطة دي اللي هي يعتبر الأوبتيمم بالنسبة لي، حيث أن الدايركت كوست مش أقل حاجة ولا أكتر حاجة، والإندايركت كوست برضه كذلك، فأنت قادر تتوازن ما بين الرقمين دول مع بعض. هو ده التوبيك بتاع التايم كوست تريد أوف، وده التوبيك بتاعنا اللي هي علاقة الزمن مع التوتال كوست سواء دايركت أو إندايركت. دي كده بمنتهى البساطه بتاعتها. احنا هندرس الريليشن شيب بتوين. دكتور كان في سؤال عندي بالنسبه للجزئيه دي. اتفضل. هو الاندايركت كوست مثلا يعني بيكون نسبته قد ايه من الدايركت كوست يعني في الطبيعي؟ حلو. يعني هل هو بيكون نسبته كبيره لدرجه ان هي تاثر تبدا تزود الكيرف بالشكل اللي كان ظاهر في السلايد اللي فات ده؟ لو انا عندي توتال كوست، التوتال كوست بيمثل تقريبا 70% وقد يصل الى 90%. ده الدايركت كوست. الاندايركت كوست هيمثل من 10 وقد يصل الى 20%. ده على البروجكت، وممكن الكومباني اللي هي اخر نوع تبدا من 5% وتصل الى 10% حسب حجم الشركه. فبالتالي الدايركت كوست رقم كبير، بس الاندايركت كوست برضه بيعد كتير، سبيشالي لما يكون بنسبته كبيره، بس هو بيبقى يوجوالي فروم 10 تو 20%. اوكي. ده الريليشن شيب بتوين التايم والدايركت كوست احنا عايزين نشوفها. ذا ليس اكسبنسيف ذا ريسورسز ذا لارجر ذا ديوريشن ذي ار تيكينج. طبعا كل ما الريسورسز ما تقل كل ما هتاخد وقت اكتر. انا جايب بامب واحده وخلاطه واحده وفرقه واحده غير لما اجيب فرقتين معايا. فانا لو استعملت برودكتيف ماتيريال اكويبمنت اكتر او معدات بزياده مور ليبرز، كل ده بيكلف. فبطبيعه الحال انا عندي حاجتين، عندي زمنين وعندي تكلفتين. يعني ايه عندي زمنين وعندي تكلفتين؟ عندي زمن اللي انا الطبيعي اللي انا هشتغل بيه، وده اللي بنسميه النورمال ديوريشن، وعندي الزمن اللي انا لما احب اضغط النشاط ده خرسانه مسلحه، انا ممكن اقعد اصب، ممكن اشتغل في السقف ده لمده 3 اسابيع، ده الطبيعي بتاعي. وفعلا جينا للمقاول من قليل قلنا له عبينا نسرع شويه، تعمل السقف في كام؟ قال لي في 10 ايام.
فهو نزل من 21 يوم الى 10 ايام. قال لي بس انا هضغط وهصهر ولازم تسمح لنا بشغل ات نايت ونكون مأمنين نفسنا والكلام ده كله. فانت تقدر تعرف اقل زمن عندي عامل ازاي، وده اللي بنسميه الكراش ديوريشن. النورمال تايم اللي هو ال 21 يوم اللي احنا قلنا عليهم في الاول، دول بيكلفوا كام؟ دول بنسميها نورمال كوست. لما اضغط لغايه ال 10 ايام هنسميها كراش ديوريشن، وهيجي معاها كراش كوست. فانا عندي اربع ارقام، زمنين واثنين كوست. الزمنين دول اللي هم الزمن الاولاني اللي هو لو انا بشتغل في الطبيعي خالص، الزمن الثاني اللي انا لما احب اضغطها للاخر هجيب في قد فيها قد ايه. ده حاجه. الحاجه الثانيه التكلفه، لما احب لما اكون ماشي مرتاح هتتكلف كام بفرقه واحده بالمينيمم، مينيمم اوف ريسورسز اللي هي بنسميها less expensive، اقل تكلفه ممكنه، وبرضه بيصحبها في الوجه الثاني اللي هي اعلى تكلفه هنوصل لها تبقى عامله ازاي. العلاقات بتبقى عامله حاجه زي كده ما بينهم وما بين بعضهم، يا اما بتبقى لينير، يا اما العلاقه لينير ما بين الدايركت كوست والديوريشن. دلوقتي احنا بنتكلم على دايركت كوست مع ديوريشن، يا اما كيرف لينير العلاقه كده، يا اما ديسكريت. يعني انا عندي ممكن اشتغل لو اشتغلت بخلطه واحده وفرقه واحده هوصل لكده، لو اشتغلت بخلطتين مع فرقه واحده هوصل لكده، لو اشتغلت بخلطتين مع فرقتين هوصل للقيمه دي. هي مش علاقه ريليشن، مالهاش ريليشن شيب، هي ديسكريت. ديسكريت يعني على ارقام منفصله. فانا عندي اوبشن 1 و2 و3، ما عنديش 4 و5 في النص ان بتوين. ممكن يبقى دي العلاقه، ممكن تبقى العلاقه بقى اللي هي ماشيه على خط مستقيم، ان انت لو زودت عامل يبقى انت هترفع الكوست بتاعك بالرقم ده وهتقلل الديوريشن بالحته دي. كمان عامل هيحصل كده، كمان عامل هيحصل كده، اللي هي مثلا زي حاجه زي لينير او كيرف لينير ماشيه على منظومه معينه. احنا غالبا هتنبنى عندنا شويه في الكورس بتاعنا هو اللي هي العلاقه اللينير دي، وعشان نعرف نتحرك عليها ونشتغل عليها. تي سي تي او تايم كوست تريد اوف بتتعامل مع النورمال ستارت، دايما بنبدا مع الليست كوست وافضل اعلى. يعني انا هاخد الكيرف بالعكس، دايما بدايتي هتبقى بالعكس، انا هشوف النقطه الاولانيه دي وهبتدي انتقل للنقطه اللي بعدها، واخبار ايه لما انا اضغط وتكلفه هتوصل معايا لكام، وابص على الدايركت كوست كمان بالمره كام، اعمل كده اعمل كذا. فهفضل ابتدي من دايما من النورمال او الليست كوست وابتدي اعلى بدي بالديوريشن، وابتدي اقل الديوريشن وعلى في الكوست. select some activities to shorten the project with extra cost، كده كده لو انا هعمل شورتنج هعمل اكسترا كوست. هن offset the increase in cost. Non-critical activities are relaxed by selecting less costly method. فأنا بالتالي لما أحب أضغط المشروع هضغط مين؟ هبص على مين؟ سؤال ليكم. أنا النهاردة عايز أضغط مشروع، عندي مشروع بيخلص في 50 شهر، 50 أسبوع. لو حبيت أضغطه أضغطه إزاي؟ هوصله أضغطه إزاي؟ أول حاجة بتفكره كبتوع مانجمنت بقى، فكر المانجمنت، هضغط مين؟ هضغط أنهي activities؟ ايه رايكم؟ حد عنده انبوت يحب يشترك؟ هاي شباب، هو بيتقال يا دكتور ان في حاجات اكتيفيتيز ما ينفعش تضغط اصلا، زي مثلا الفتره بتاعت فك الشد ده مثلا للخرسانة او كده، بس في اكتيفيتيز ممكن ان انا ازود فيها كرو زياده فيبدا يعني انجزها في وقت اسرع. صح الكلام ده كله كويس. مين الاكتيفيتيز اللي تحط عليها عينك الاول؟ مين اول اكتيفيتيز هتفكر فيها تحط فيها عينك، تحط عليها عينك؟ انا شايف يا دكتور بنود التشطيبات عشان بتاخد وقت وكتير ومحتاجه كميه عمل كتيره. افكار تانية؟ ماشي، مش غلط، بس مش مبني على راي علمي شويه، انت احساسك كده جميل بس مش هو ده، او مش هو ده كفكر كرد مانجمنت وكفكر مانجمنت. مستني برضه اسمع منكم. طب شباب، هو مين اللي بيحدد مده المشروع؟ مده المشروع بتحدد بناء على اي اساس من الاكتيفيتيز؟ مين الاكتيفيتيز اللي بتحدد لك مده المشروع اللي هي اسمها اكتيفيتيز اسمها ايه؟
اللي هي الكريتيكال باث تقريبا. حلو قوي جدا، برافو، كويس قوي، فهمنا مانجمنت شويه. معنى كده ان الكريتيكال باث هو اللي بيحدد لك مده المشروع، لان الكريتيكال باث هو اطول مسار ممكن يحصل في المشروع، هو المسار الطويل اللي ممكن يحصل في المشروع، هو اطول مسار في المشروع اللي هو بيوصلك لغايه مده المشروع هيخلص امتى. وبطبيعه الحال لما احب اضغط هضغط فين؟ هضغط الانشطه الحرجه. فانا هبص على مش ممكن هبص على المشروع كله، مش ممكن اخد بنود التشطيبات اللي مش هنسال عليها دي، بنود كتيره جدا، دي مباني ومحاره ودهانات، وفي ممكن يخش معاها شغل كهرباء هختار مين فيهم؟ هل هقعد اعمل ترايل اند ايرور، ولا لو انا بحل اخنيه بفكر بحلها مانيوال؟ هي المساله طبعا لما بتكبر بتتحل بالكمبيوتر، بس انا لو حليتها مانيوال وبصيت هبص على مين؟ ديفينتلي هبص على الكريتيكال باث بالنسبه لي هو فين، وهو ده اللي حاول اي يوم هيتوفر فيه هيوفر معايا. هو انا لما اروح لنون كريتيكال باث واقول ان انا هتفزلك بقى مثلا سي المباني عمرها ما بتبقى كريتيكال معانا، ممكن بنود التشطيبات اللي جايه متاخره شويه هي اللي بتبقى كريتيكال لان هي اخر حاجه بتحصل، بس المباني واروح افكر ان انا اعمل فيها كراش واسرع فيها واقول انا عايز ازود فرقتين زياده وسقلتين زياده واضغط في المباني، هل ده له معنى؟ ده هياثر حاجه في المشروع؟ بطبيعه الحال لا، لان انت بتضغط في نون كريتيكال اكتيفيتي وسايب الكريتيكال اكتيفيتيز اللي فيها مشكله اللي هي ماسكه المشروع وهي اللي بتقود المشروع الى الزمن ده ما بتعملش فيها شغل، فبالتالي يبقى ملوش معنى. بطبيعه الحال انت اول حاجه هتدور عليها اللي هي كريتيكال اكتيفيتيز، وبالتالي بالعكس بقى عشان اوفر النون كريتيكال اكتيفيتيز هي اللي هحط فيها الليست كوست. المباني انا عارف كده ولا كده ان هي ماشيه بالراحه وماشيه ببطء ومفيش وجه استعجال عليها، فبالتالي احط فيها فرقه واحده وكفايه كده عليها، وده المينيمم اللي انا اقدر اعمله. كويس، طبعا هنبتدي نشوف various scenarios to find the optimal time cost rate of decision والمينيمم توتال بروجكت كوست از ذا اوبتيمال ديسيجن، اقل حاجه هي ده الاوبتيمال ديسيجن بالنسبه لنا. زي ما قلت لكم حقيقه الامر هي العلاقه هتبقى عامل حاجه كده، الدايركت كوست اهو والاندايركت كوست اهو عمال يزيد، ان سام هاو بتوين الاثنين دولت هي دي بالنسبه لي. لو انا جمعت الاثنين كوست مع بعض، الكوست ده مع الكوست ده يبتدي يترسم لي كيرف زي كده. لما بضغط بوفر من الاندايركت كوست ولكن بعلي في الدايركت كوست، فالتوازن ده عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا محتاجين نبص عليه ونشوفه، ده نشتغل عليه. وساعات بنحتاج نبص على حاجتين، اول حاجه فيهم هي اقل او الاوبتيمم تايم بالنسبه لي، اقل زمن انا ممكن اخلص فيه المشروع والكوست بتاعه كام، ده المينيمم بتاعنا. مش شرط ان انا افضل قاعد ومكمل الكوست عمال يزيد معايا، ضغطت قوي 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 الكوست عالي معايا، في حاجه ان بتوين هي دي اللي انا بدور عليها. احيانا بنحتاج نبص على دي برضو، على لما احب اضغطها على الاخر خالص 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 انا هوصل لتايم قد ايه والكوست قد ايه، دي برضو احيانا بتبقى مطلوبه مننا. ساعات بقى ان بتوين لو حد طلب حاجه ان بتوين، والله بص انت بتخلص في 120 يوم، لا انا عايز اخلص في 110 يوم، هيحصل كام؟ عندك السيناريو اللي انا اعرف اخلص عند 110 يوم. الراجل مش ضاغط قوي قوي، لو انا فضلت شغال براحتي هشتغل عند 160 يوم، بس الراجل قالك تعالى اعملهم عند 130 يوم، انا هعرف عند 130 يوم هي ايه الاخبار. فبالتالي انت بتقعد تفرد وتشوف السيناريوز المختلفه اللي قدامك اكوردنج للتايم واكوردنج للكوست بتاعك. كوست سلوب ميثود هي طريقه، هي دي طريقه اللي احنا هنشتغل عليها. كوست سلوب ميثود هي طريقه الميل خط الكوست سلوب، ودي اللي هنشتغل عليها، اللي هي دي اللي احنا بنبتدي نشوف الكوست سلوب او الميل الخط او ميل التكلفه مع كل يوم عامل ازاي، وهنفترض ان هي لينير. الكوست سلوب هي عباره عن الريت ات ويتش ذا دايركت كوست انكريزز وين ديوريشن از شورتد باي ا يونت اوف تايم. لما احب اقلل الديوريشن باي يونت اوف تايم، لو اليونت اوف تايم بتاعك دايز يبقى لما احب اوفر يوم التكلفه هتعلى قد ايه، لو اليونت بتاعتي اسبوع يبقى انا بتكلم على لو انا وفرت اسبوع التكلفه بتاعتي هتوصل لكام. البروسيجر ماشي ازاي؟ ده اللي هنشوفه وهنطبقه على طول في مساله مع بعض النهارده. بستعمل النورمال ديوريشنز والكوستس لكل الاكتيفيتيز، بكالكوليت السي بي ام وبطلع الكريتيكال باث عامل ازاي، بشيل النون كريتيكال اكتيفيتيز، اليمينيت النون كريتيكال اكتيفيتيز من حساباتي، ودايما بكون مركز قوي على الكريتيكال اكتيفيتيز هي دي اهم حاجه. نبتدي نعمل جدول هنشوفه مع بعض اسمه نورمال اند كراش ديوريشنز،
كوست سلوب هي حسبتها بالطريقة دي، هو أنا بقيس أو بطلع ميل الخط دوت. ميل الخط دوت يساوي إيه؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض بمنتهى البساطة. لو قلنا ميل الخط دوت هو أنا بدور على ميل الزاوية دي اللي هو عبارة عن الجزء الرأسي ده على الجزء الأفقي ده، فهو الـ vertical على الـ horizontal. فالميل أو السلوب هو عبارة عن الجزء الرأسي على الجزء الأفقي. طب الرأسي ده عبارة عن إيه؟ الرأسي ده عبارة عن إيه؟ تعالوا كده معلش نشوفها كده شوية بشكل أوضح وأحسن. لو رسمنا الكيرف ده بس على شكل كبير، بعمل حاجة كده. تعال نحط المسميات بتاعتنا اللي احنا قلناها. ده اسمه ايه؟ ده اللي هو النورمال ديوريشن، وديت اللي هي الكراش ديوريشن. لو بصينا في الفيرتيكال هنلاقي ان ده النورمال، النورمال كوست، وده اللي هو اسمه الكراش كوست. وبالتالي انا بدور على ميل الخط اللي هو الجزء ده على الجزء ده، يبقى السلوب بتاعي هيساوي الفيرتيكال ده الجزء الرأسي ده اللي هو عبارة عن، هو عبارة عن الكراش كوست ماينس نورمال كوست، والجزء الأفقي اللي هو ده اللي قدامي ده هو عبارة عن اللي هو النورمال ديوريشن ماينس الكراش ديوريشن. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ ده ميل خط سهل جدا، هو فرق الرقمين اللي في الرأسي اللي هو فرق الكوست، لو انا هدفع زيادة هيبقى الفرق قد ايه، الى الزمن اللي انا هقصره هو عامل ازاي. ده طريقة ميل الخط اللي بناء عليها هنبتدي ناخد قرارات مين اللي ابدأ بيه واعمل له كراش ازاي. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ الى هنا في حد عنده سؤال؟ ها أكمل؟ طيب هنشوف النورمال كراش ديوريشنز عاملة ازاي. هنحسب الاسلوب، معادلة الاسلوب اللي انتوا شفتوها ديت هي فرق فلوس على فرق زمن، ونعمل ايدنتيفيكيشن للكريتيكال اكتيفيتيز، ونبتدي نشوف مين اقل واحدة في الكريتيكال اكتيفيتيز هي اللي هتفرق معانا. هنكمل بعد كده هنديوس ذا ديوريشن اوف ذا اكتيفيتي انتل اتس كراش ديوريشن، هنبدا نقل واحدة 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 ونمشيها بستبس كده في الزمن. لو النتورك has more than critical activity أو critical path we need to shorten all of them continuously. شباب بتوع المانجمنت اللي فاهمين يعني ايه شبكات ويعني ايه نتورك، لو انا عندي نتورك بالمنظر ده كده، نتورك ماشية كده 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 وطلعت لغاية هنا، وفي نتورك تانية وفي path تاني ماشي بالشكل ده كده، وفي path ثالث ماشي بالشكل ده كده، لو الكريتيكال باث بتاعي هو ده وده، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هقصر واحد فيهم ولا لازم اقصر الاثنين مع بعض بالتوازي؟ لو انا اخترت ان انا هعمل شورتنينج هنا هقصر، هكراش المشروع في الباث ده. الباث ده قصر وبقى جميل جدا ونزل من 20 يوم الى 18 يوم، جميل، قصرته بيومين وقلت الفلوس الزياده في التقصير في التقصير الديوريشن دي هتبقى ب 100,000 جنيه. هو ده صح؟ هو الكلام ده هيبقى منطقي وصح؟ وانا سايب الباث التاني دوت زي ما هو كده شغال، ما حاولش اعمل عليه كراش، الاثنين دول مع بعض بيوصلوك ل 20 يوم، ده بيوصلك ل 20 يوم هنا وده بيوصلك ل 20 يوم هنا، عشان كده الاثنين مع بعض ار كريتيكال. لا ده انا لازم اضغط ده وفي نفس الوقت لازم افكر في ان انا اضغط ده عشان خاطر الاثنين يمشوا بالتوازي، لو ضغطت واحد فيهم بس مش هيبقى كفايه. فبالتالي لو انا عندي اكتر من نت واكتر من باث كريتيكال لازم اعمل كلهم مع بعض سيمتينيسلي. هنحسب دايركت كوست انكريز كوست باي ذا كراشنج ذا اكتيفيتي، وهحسب وهبلوت ذات على فيجر، وبعد كده هحسب الاندايركت كوست وكونتينيو انتل نو مور كراشز بوسبل. حد عنده سؤال قبل ما نخش في الكيس ستادي او نبتدي نخش في المساله اللي احنا عايزين نحلها بايدينا؟ ها اسئله؟ فاهمين؟ فاهمين انا عايز اقول ايه او فاهمين الفكره بتاعتي عامله ازاي؟
دكتور في سؤال بس اكيد. الجزئيه اللي احنا كنا عملنا فيها الخط لينير اللي هو بين النورمال وبين الكراش ده مش يعني اقصد ده مختلف عن الكيرف اللي احنا رسمناه في الاول، ان المفروض التايم مع الدايركت كوست بيكون مش لينير، يعني بيكون ليه كيرف كده. ويبقى اسيومت از لينير دلوقتي لغايه لما يعني دي فرضيه بس صح؟ دي فرضيه، خليني اقول ان هي دي فرضيه فعلا، بس ممكن الحياه العمليه ما يبقاش في كيرف اساسا، يبقى انا عندي ثلاثه كيسز، لو جبت بامب زياده هتبقى كذا، لو جبت فريق صب زياده هيبقى كذا، فانا عندي 20 يوم 15 يوم 10 ايام، فانا عندي ما عنديش كيرف اساسا، انا عندي اختيار اوبشن 1 2 3 اختار ما بينهم. وارد جدا يبقى دي الحاله، دي الحاله اللي قدامي. وارد جدا في البنائين في البنا شويه تلاقي الكيس مختلف، او بتاع المحرر الكيس مختلف، لو زودت واحد الانتاجيه هتزيد بس الكوست هيعلى، زودت كمان واحد فدي بقى دي لينيا صريحه، ان انا مع كل واحد انا بزوده الكوست بيعلى بالدرجه اللي هو المرتب بتاعه او اليوميات بتاعته، هي على حسب كل نشاط له طبيعته الخاصه بتاعته على فكره. باي ذا واي دخلنا في 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 في, في النتورك دي، وانا اعتقد ان كلكم تعرفوا تحسبوا يعني ايه نتورك، يعني ايه شبكات. النتورك بالشكل ده كده حسبناها وطلعنا ان المشروع ده عباره عن 32 يوم، المشروع ده في 32 يوم كويس قوي. حسبنا فورورد وحسبنا باكورد وشفنا الازمنه بتاعتنا عامله ازاي، ومش بس كده كمان احنا طلعنا كمان الكريتيكال باث اللي هو عامل بالشكل ده كده. الكريتيكال باث بتاعي هو مين؟ بي جي كي، ده الكريتيكال باث بتاع سعادتك. جميل. والباث ده طوله 32 يوم، لو تكتب لكم دايما الباث هتلاقي الباث ده كده هو طوله 32 يوم، ومش هتلاقي ولا باث طوله. يعني ايه باث؟ يعني ايه طول باث؟ يعني بي جي كي دي عباره عن 6 و16 يوم و10 ايام، دي الازمنه بتاعته اهي باينه هنا، ان بي عباره عن 6 ايام، جي عباره عن 16 يوم، كي عباره عن 10 ايام، مجموع كل الثلاثه دول مع بعض يدوا لك ال 32 يوم. طيب خد لك باث ثاني غير كده وشوفوا كده اخباره ايه. بي اف اتش اي لغايه الفاينل، بي اف اتش اي ده اخباره ايه؟ ده عباره عن 6 زائد 10 زائد 8 زائد 6، 6 و6 12، 12 و8 20، 20 و10 يبقى الباث ده طوله عباره عن 30 يوم، يبقى الباث ده كده 30 يوم، فهو ما جابش 32 يوم، عشان كده انا ما عنديش غير كريتيكال باث واحد. ممكن تلاقي عندي اتنين لو ده كده طلع كله عباره عن 32 يوم برضو كان هو ده اللي هيبقى كريتيكال باث بالتوازي مع ده، ان بارل مع ده. هاويفر ده طوله 30 برضو، لو بصيت على الباث ده طوله كام، بص على الباث ده كمان طوله كام، كل المسارات. فانا احنا هنا لازم نبص على الشبكه كلها، هنبص بدايتنا من الكريتيكال باث بس افهم وشوف المسارات واطوالها عامله ازاي. ليه؟ عشان لو في واحد قريب من الكريتيكال باث خد بالك، خد بالك ليه؟ انا هاجي في ده وهو ده اللي هشتغل عليه، هو ده اللي هبتدي اشتغل عليه، هو ده اللي هبتدي اعمل عليه شغل، الباث ده جميل وده لازم ادرسه واشوفه. حلو قوي. طب عملت عليه كراش، جميل، وعمال اعمل كراش، جميل، وكراش يومين ودفعت فلوس زياده، ورجعت عملت كمان كراش اكسترا 2 دايز دفعت عليهم فلوس، هل ده له معنى؟ في ظل اللي انا عندي مسار قريب مني جدا اسمه 30 يوم، خد بالك بقى لان انت كده ده مش هيبقى كريتيكال وده اللي هيتحول يبقى كريتيكال بعد كده. شوفها في حساباتنا واحنا بنشتغل عليها. وجينا قلنا لسعادتك ايه؟ ان انا قلنا لك ده شيء لطيف جدا ان احنا عندنا ايه؟ ده بيتكلف ايه دوت؟ ايه ده؟ عندي نورمال ديوريشن أربعة أيام، ما عنديش كراشنج، هو ما ينفعش يتعمل له كراش، وهو عبارة عن 2000 جنيه، بي ست أيام 10,000 جنيه، الستة دولت ممكن أعرف أنزلهم إلى ثلاثة على وبتكلفة 16,600، لو رسمنا العلاقة دي كده، آدي التايم الأولاني اللي هو ست أيام واللي هو 10,000 جنيه، وآدي الثانية لما عملت لها كراش اللي هي هنا 3 ايام وهي بتساوي 16,600 جنيه، وادي ديت العلاقه ما بينهم. يبقى انا كده عندي 6 ايام عندي 10,000 جنيه، وعندي 3 ايام عندي 16,600 جنيه.
ده اوبشن نختاره ونشوفه عامل ازاي. الانشطه اللي جايه دي كلها ما فيهاش كراش، دي ودي 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 ما فيهاش كراش. في كراش هنا اهو باين اهو عند زمن عند الاكتيفيتي جي، هي النورمال ديوريشن 16 يوم، الكراش ديوريشن 12 يوم، ال 12000 تعلى ل 12800، نشاط اتش 8 ايام ممكن اكراشه ل 4 ايام هيعلى من 16000 ل 17000، نشاط كي كان 10 ايام هكراش لغايه 9 ايام هيعلى من 8000 الى 9000. دي الكراش اوبشنز ذات وي هاف. في انشطه مش عارف اعمل لها كراش، مش شرط كل حاجه اعرف اعمل لها كراش، في انشطه انا اقدر اعمل لها كراش والكراش بتاعها لما اقلل المده الزمنيه ومدي لك التكلفه المصحوبه بالمده الزمنيه الزياده. كويس كويس قوي. وقال لنا كمان الريليشن شيب بتوين التايم والكوست از لينير، والديلي اندايركت كوست هم 500 جنيه. يعني انا بدفع في اليوم، حسبت بقى المرتبات والميه والغفره والكرفانات والكلام ده كله وقسمته على المده الزمنيه المشروع، فلقيت ان انا عندي في ال 32 يوم انا بدفع 500 جنيه في اليوم ما بين مرتبات ومصاريف نسويه والكلام ده كله. المهم الاندايركت كوست كله على بعضه 500 جنيه. اي اسئله؟ واضحه معطيات المساله وشكل المساله عامل ازاي؟ جميل. محتاجين نكمل الجدول ده كده ونحسب عليه ايه؟ نحسب له حاجه اسمها ونحط خانه تانية جديده كده هنا اسمها الايه؟ الكوست سلوب، ميل الكوست، او بمعنى اخر اليوم الواحد بيكلفني كام؟ ده الكوست سلوب اللي احنا كنا شفنا معادلته قبل كده في وقت ما، اللي هي حاجه بالشكل ده كده، اللي هي فرق الكوست على فرق الديوريشنز. جميل جدا. حسبنا الكوست سلوب بتاع كل واحده فيهم، وهو الكوست سلوب اللي احنا عملناها اللي هي بير داي، اللي هي عباره عن لو قلنا بي هتعلى ل 16600 من 10000، يعني هي كانت 10000 هتوصل ل 16600، هي كانت 6 ايام هعرف اقصرها ل 3 ايام. معنى كده اليوم واقف عليا بكام؟ سهل قوي، هي واقف عليا اللي هو فرق الفلوس ديت اللي هي 6600 مقسومه على انا وفرت 3 ايام، يعني معنى كده ان اليوم بيكلف سعادتك في نشاط بي عشان تعرف تقصره 2200 جنيه. ده اليوم الواحد في نشاط بي. نشاط بي لو انت قدرت ان انت لو انت قدرت في نشاط بي انك تضغطه وتقلله بمسافه يوم واحد، انت سعادتك هتدفع عليه 2200 جنيه. نفس الطريقه دي هنحسبها لكل الكراشز اللي عندنا. على سبيل المثال لو خدنا النشاط ده هو هينزل من 16 الى 12، فدي فرق 4 ايام وبتكلفه اسمها 800 جنيه زياده، يبقى دي 800 جنيه زياده على 4 ايام يبقى 200 جنيه. خد بالك بي كانت 2200 جنيه. جي بقت كام دلوقتي؟ 200 جنيه. كويس؟ تعال نشوف النشاط اللي بعديه دوت اللي هو اسمه نزل من 8 الى 4 اللي هو نشاط اتش. نشاط اتش دوت نزل 4 ايام وبتكلفه 1000 جنيه، يبقى انا عندي 1000 على 4 ايام تبقى تساوي 250 جنيه. اخر واحده فيهم اللي هي كي، الكي ديت كي هي بتنزل من 10 ايام الى 9 ايام وبتكلفه 1000 جنيه في اليوم، فدي هتبقى 1000 جنيه في اليوم. ده الكراش اللي عندنا او دي الكوست سلوب اللي انت محتاج تحسبها لكل نشاط عندك فيه فرصه كراشنج. بي هتكلفك 2200 جنيه، الجي هتكلفك 200 جنيه، الاتش هتكلفك 250 جنيه لكل يوم توفره فيها، والكي هتكلفك 1000 جنيه. ابدا بمين فيهم؟ سؤال، هبدا اشتغل بانهي واحده فيهم؟ مين يفيدنا؟ اكيد دايما اللي ليها اقل سلوب يا دكتور. تمام، كلام سعادتك سليم جدا. انا هبص على اقل الكريتيكال طبعا. ايوه برافو عليك، هبص على اقل واحده فيهم بس شرط ان هي تكون على الكريتيكال باث او ان هي تكون موجوده عندي هنا، لان انا لما اروح اوفر هنا ولقيت الله دي توفر فيها يوم وهدفع فيها مثلا هوفر فيها يوم وهدفع لي 100 جنيه ولا حاجه، ما عملتش حاجه في المشروع،
اللي هيعمل حاجه في المشروع هو اللي على كريتيكال باث. جميل، انا عندي على كريتيكال باث بي وجي وكي اللي هي اهي بي وجي وكي، هم دول الثلاثه اللي عندي اللي على كريتيكال باث. حساباتهم اهي الحسابات بتاعتنا اللي احنا حسبناها مع بعض. الشاهد في الامر ايه؟ انا نورمالي نورمالي اجمالي المشروع كله كام؟ 125000 جنيه. اللي انا جمعت اجمالي النورمال كوست بتاعي لكل الانشطه هم 125000 جنيه. جميل، انا بعمل كده ليه؟ عشان اعرف الاكسترا كوست اللي هتدفع وهتكلفني اوفر ال 125000 جنيه. طبعا انت عارف ان انت اللي انت هت كراش، فانا هدفع فلوس زياده في الدايركت كوست. هاويفر الدايركت كوست هوفر. تعالوا نشوفها مع بعض. دايما سايكل 1، لان ده الموضوع ده هيمشي على سايكلز يعني على فترات. دايما سايكل 1 هي النورمال، انا ما عملتش اي حاجه، نورمال كيس او نورمال سيتويشن. النورمال سيتويشن عندي 32 يوم كويس، فانا بالتالي الدايركت كوست بتاعي عباره عن 500 جنيه في اليوم، في ال 32 يوم هتطلع بتساوي 16000 جنيه. كلام سليم؟ وبالتالي والتوتال دايركت كوست هو 125000 جنيه. جبنا منين ال 125000 جنيه دي؟ هي عباره عن مجموع كل الانشطه والكوست بتاعها كان كام نورمالي من غير ما اعمل اي كراش. انا لسه ما عملتش اي كراش واي حاجه. يطلع لك 125000 جنيه، وبالتالي التوتال كوست 141000 جنيه. يبقى ال 141000 جنيه دي ده الكوست النورمال بتاعنا. فانا لو رسمت جراف كده وجيت عند اليوم 32، اليوم 32 هحط 141000. وتعالوا نشوف بقى لما اقصر بعد كده واوفر وقت الكوست هيبقى عامل ازاي. ده هو السؤال اللي احنا هنشوفه. السايكل الثانيه، السايكل الثانيه احنا عندنا كان عندنا المسار بتاعنا هو بي جي كي، ده هو طوله 32 يوم، واقرب مسار له هو ده اللي هو طوله 30 يوم. ده جايب 30 يوم وده جايب 32 يوم. سؤال للي فاهم حاجه من اللي بقوله، هو انا هكراش مين؟ هكراش في انهي حته؟ هكراش في الكريتيكال باث، هكراش في الكريتيكال باث اللي هو اسمه بي جي كي. هكراش كام يوم؟ هقدر اضغط كام يوم ماكسيمم بالنسبه لي؟ يوم كده هكراش يومين بالظبط، هكراش يومين عشان اقرب وابقى زي الباث اللي بعديه. لان انا ليه ما اعملش كراش 3 ايام؟ ما لو عملت كراش لده 3 ايام هيبقى ده طوله 29 يوم، صح؟ كويس. مين وايل ده طوله 30 يوم؟ يبقى المشروع اللي انا دفعت 3 ايام هنا بس استفدت ايه؟ استفدت يومين بس. ليه؟ لان في مسار تاني جاي لي من ناحيه تانيه هو عباره عن 30 يوم، ويبقى هو ده كريتيكال، واللي انا اشتغلت عليه ووفرت فيه وصرفت عليه فلوس ما بقاش كريتيكال. فبالتالي عشان عندي مسارين ماشيين مع بعض، فانا هبتدي ابص على المسار الحرج اول واحد، بس لازم اتيك كير من المسارات اللي حواليا. عندي بي جي كي 30 يوم، المسار اللي جنبي 32 يوم الاولاني والتاني 30 يوم. مين ارخص واحده فيهم؟ هنبدا بالرخيص. دايما لازم هتفكر دايما ان انا مين ارخص واحده فيهم. ارخص واحده فيهم هي جي اللي قدامي دي، اللي هي دي اللي هي بدفع لها 200 جنيه في اليوم عشان اوفرها. جي دي هتنزل من 10 سوري جي دي هتنزل من 16 يوم الى 12 يوم. يعني هي جي دي ممكن تنزل 4 ايام. هل انزل الاربع ايام كلهم مره واحده؟ لا، لان عندي مسار تاني بيقول ان انا عندي 30 يوم، فانا هعمل فيها يومين اتنين بس. معنى كده ان انا لو رحت هروح ليه؟ اللي انا هعمل جي هقصرها يومين. معنى كده لو انا قصرت جي بيومين معنى كده البروجكت ديوريشن هيبقى 30 يوم. طب اخبار التكاليف ايه؟ ايه اللي حصل معايا في التكلفه؟ في اليومين دولت التكلفه هتزيد، لان انا عندي الجي ديت لوحدها بتكلفني 200 جنيه في اليوم زياده نظير اللي انا اشتغلت. كويس؟ جميل. طيب بعدين هل اوصل للحل؟ هل هقدر ان انا التوفير ده يوصلني لحاجه؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض.
تعالوا نشوفها مع بعض. 30 يوم دولت اخبارهم ايه؟ في الاندايركت كوست، في الاندايركت كوست 30 يوم وانا عندي اليوم ب 500 جنيه، انا نزلت بعد 15000 جنيه في الاندايركت كوست. طب والدايركت كوست اخباره ايه؟ الدايركت كوست هو كان 125000 وعلي بان انا وفرت يومين واليوم كان بتوفير وبتكلفه 200 جنيه فانا زودت 400 جنيه فبقى 125400. فاهمين انا بعمل ايه؟ انا قررت ان انا جي بدل ما كانت 16 يوم، يعني جي في الاول دي الجي كانت هنا 16 يوم، انا قررت ان هي اخليها 14 يوم وهكراش جي باي 2 دايز. كراشينج جي باي 2 دايز مينز ان انا هدفع فلوس زياده. فلوس زياده ديت يعني كام؟ 200 جنيه في اليوم، في يومين يعني هدفع 400 جنيه زياده نظير ان انا خليت جي من 16 يوم الى 14 يوم. جميل، فانا خدت قرار ان انا اخلي جي 14 يوم، وبالتالي انا زودت يومين في 200 جنيه دي ب 400 جنيه، والاصل المشروع كان ب 125000 جنيه، يبقى انا التوتال ده الدايركت كوست بقى 125000 جنيه. طب حصل ايه في الاندايركت كوست؟ الاندايركت كوست اتوفر بيومين، فنزل 500 جنيه في 30 يوم، يعني 15000 جنيه. لو تفتكروا الرقم ده كان قبل كده 16000 جنيه، ولو تفتكروا ال 125400 دي كانت 125000. انا الدايركت زاد والاندايركت قل. الدايركت زاد ليه؟ لان انا بكراش، لان انا بضغط، ولكن الاندايركت قل لان انا وفرت ايام ومرتبات. جميل جميل، وفرت ايجار عربيه يومين، وفرت مرتبات مهندسين لمده يومين. خلي بالك اليومين دول ممكن تبقى شهرين على الطبيعه، يعني ممكن يبقوا 30 شهر. طب التوتال بتاع سعادتك عامل ازاي؟ التوتال كوست بتاعك اللي هو عباره عن دايركت واندايركت مع بعض هم 140400. فاكرين الرقم في السايكل اللي فاتت كانت كام؟ لو حبيت ارجع له اهو الرقم كان 141000. معنى كده ان انا عندي اوبشن هنا ان انا عندي 30 يوم والتكلفه بتاعته ب 140400. هو الرقم اللي احنا وصلنا له ده. معنى كده ان الكراشنج او اللي انا اجري في المشروع مش دايما بيكلفني فلوس، وهو دي فكره الكيرف اللي احنا كنا عملناها حاجه بالشكل ده كده. لما انا اكون مطول قوي انا بدفع فلوس ومرتبات، ولكن لو ابتديت اقصر شويه هبتدي ادفع اقل، ممكن ادفع اقل. وطبعا at some point من كتر ما انا عمال اكراش لكن هلاقي ان الفلوس اللي بدفعها في الدايركت كوست هتبقى كتيره قوي بالنسبه للفلوس اللي انا بوفرها من الاندايركت كوست، فتلاقي الكيرف قلب تاني معايا. الشاهد في الامر اللي انا كده عندي كده، لازم كخطوه اساسيه ان انا اعمل ابديت للنتورك بعد ما اكون عملت القرار ده وحسبته وشفته. هابديت النتورك اللي هو ده الابديت اللي هيحصل على ان جي هتبقى 14 يوم، وبالتالي يجي لك ان ده 30 يوم وده كمان 30 يوم. انا هقف هنا كده واسال سؤال او اسال اطمن انتوا فاهمين انا بعمل ايه ولا كلكم وقعتوا مني؟ طمنوني، الموضوع صعب فاهمينه؟ لا تمام يا دكتور فاهمين. تمام يا دكتور. بسبب الضغطة ديت وسبب اللي انا شايف ان ده 32 يوم وشايف ان ده 30 يوم، عايزين نطمن على ده اللي جاي من هنا ده كمان اللي هو عبارة عن ADEI. تعالوا نشوفه كده، هو عبارة عن 4 زائد 8 زائد 4 زائد 6. ده اخبره ليه المسار ده؟ 4 و8 12، 12 و4 16، 16 و6 22 يوم. انا لسه المسار ده هيجيب لي 22 يوم، ده جايب لي 30 يوم، وده جايب لي 30 يوم. برضه لو عايزين تبصوا على ده تبقى تبصوا عليه، هو المسار ده قصير عامه، ده فيه 2 و8 و10 فده فيه 20 يوم برضه. المسار اللي جاي من هنا دوت فيه 20 يوم. تمام، فانا كده عندي مسارين حرجين، اثنين كريتيكال باث، اثنين كريتيكال باث، الاثنين دولت مع بعض بيجيبوا لي 30 يوم. هكراش ايه بعد كده؟ ايه الخطوه الثانيه اللي بعد كده؟ خلي بالكم كده دلوقتي بتقال يا دكتور ان كده بي هيبقى ليها اولويه عشان هي بتاثر في اثنين كريتيكال باثز. ده حل جميل جدا. انا عندي اختيار من اثنين والباشمهندس قال واحد منهم فعلا، ان انا بي
هي مركز. لو انا وفرت اي حاجه في بي يبقى انا وفرت في ده وفي ده مع بعض خطوه واحده. لو شلت يوم من هنا يبقى معنى كده ال 30 يوم ده وال 30 يوم دول اتوفروا. لو خدت يوم في بي على طول اوتوماتيكلي احسب واعمل حساباتك كلها، بس هتلاقي ده بقى 29 يوم وده بقى 29 يوم. ده اوبشن 1 ان انا عندي نشاط كومن ما بين مسارين حرجين ماشيين بالتوازي، فبالتالي لو اثرت في واحد هاثر في الثاني. الاوبشن الثاني مين؟ اوبشن 2. اوبشن 2 اللي انا هشوف لي اي نشاط مع دول واي نشاط مع دول، بس اللي اضغطه في هنا واحد لازم اضغط هنا واحد قصاده. فاهمني؟ يبقى انا لازم لو فكرت ان انا ما اعملش ده، لو قلت قرار ان انا مش هعمل، مش هاخد الاوبشن ان انا اضغط بيه، لا ده يا جماعه انا هبص في ده كده اخبرهم ايه الثلاثه دول، اي واحد فيهم رخيص، وهبص في دول لان لو بصيت في دول لازم ابص في دول برضو at the same time. فلو قلت انا هوفر هنا يوم لازم احاول اجيب اليوم ده من هنا. والجوفرنينج في الاخر هي الفلوس بحت، مين اقل تكلفه هتعمل لي. تعالوا نشوفهم بي. لو بصيت للكوست سلوب بتاعهم، نرجع كده للكوست سلوب اللي احنا كنا حاسبينه قبل كده، شيل بقى كل دولت. الكوست سلوب بتاع بي، سوري مش هنا بقى، نبص على هنا. الكوست سلوب بتاع بي كان 2200 جنيه، جي 200، اتش 250، كي 1000. حلو. بي كان 2200، جي دي كانت 200، حد فاكر ارقام بقى؟ اتش كانت ب 1000 والكي ماشي 250 يا دوب. الكي كان 250، الكي 1000 والاتش هي 250. تمام. ايه ب 1000، نمسح بس دي، والاتش ب 250. ادي الارقام قدامنا، كل واحده من دول بيوم. خلي بالكم احنا خدنا دي كان فيها اربع ايام، خدنا منهم يومين، ففاضل لي يومين لسه، لان دي كان ممكن اكراش اربع ايام. اتش وي كان كراش ب 250 جنيه، جي ب 200، كي ب 1000، والبي 2200. ايه القرار؟ حد يقول لي كده ايه القرار اللي احنا نعمله؟ اكراش بي، هكراش جي واتش، جي واتش سوا، جي واتش سوا، مظبوط. هكراش جي واتش سوا ليه؟ لان جي واتش الاثنين دول لو انا وفرت يوم هنا وجيت اوفر اليوم هنا، يبقى اليوم ده هيكلفني هنا 200 واليوم ده هنا هيكلفني 250، يبقى لو وفرت يوم في المشروع هيكلفني 450 جنيه. ده كان اوبشن. الاوبشن الثاني اللي انا اجي عند بي وموفر يوم هيكلفني 2200 جنيه. بطبيعه الحال لو خدت نشاطين بالتوازي مع بعض، بس اكون مطمن ان المسارات والحسابات ماشيه صح مع بعضها، يبقى ساعتها ممكن اكون موفر عن الاوبشن ده. اللي بعد كده، انا كنت وصلت قبل كده ل 30 يوم هنا و 30 يوم هنا. الجي ب 200، اتش 250، هاخد قرار ان انا هاخد جي واتش مع بعض يومين، ينفع؟ لو اتش فيها احتمال ان هي تضغط ليومين نجرب فيها. خلي بالكو اتش كانت تنزل من 8 الى 4 ايام، فهي ممكن تنزل. الجي كانت تنزل من 16 الى 12، احنا خدنا منهم يومين في السايكل اللي قبل كده، ففي يومين راحوا منك بقي لك يومين، لان هي نزلت من 16 ل 14 ولسه هتنزل تاني ل 12، ويبقى انت كده خلصت كل الكراش اللي ممكن يحصل في جي بعد السايكل اللي احنا فيها دلوقتي. الشاهد في الامر اللي انا عندي ممكن انزل هنا يومين وممكن انزل هنا يومين، يبقى سايكل 3 بالنسبه لي اللي انا هاخد قرار حقيقه الامر اللي انا هاخد الاثنين مع بعض يومين، which means ان المشروع هيوصل ل 28 يوم. ان انا خدت هنا يومين وخدت هنا يومين، معنى كده ان انا لو حبيت ان انا اقول ان جي ليها هتبقى 12 يوم، وان اتش بدل 8 هتبقى 6 ايام،
وانا عارف ان ده هيوصل في الاخر ل 28 يوم وان ده هيوصل في الاخر ل 28 يوم ومشكله الموضوع ده طريقه حل والكلام ده كله ان هو انت محتاج تابديت مع كل سايكل ايه اللي بيحصل وتبص على النتورك. ضغطنا 28 يوم، اليوم بكام؟ اليوم الواحد بكام؟ اليوم الواحد كان في جي ب 200 وفي اتش 250، يبقى اليومين دول مع بعض كام؟ يبقى اليوم الواحد برضو هنا كام؟ ب 450. يبقى لو انا خدت يومين هيبقوا 2 في 450 جنيه، يعني معنى كده التكلفه هتعلى 900 جنيه. خد بالك من تريك اساسيه، هو انا اضيف ال 900 دي على ال 125,000 ولا لا؟ على ال 125,400. ايوه، من الستاب اللي انا وصلت لها قبل كده. انا كنت واصل بتكلفه المشروع قبل كده في الخطوه دي ان المشروع كان واصل معايا 105، الدايركت كوست كانت واصله معايا 125,400، لان انا اوريدي عملت كراش قبل كده بيومين ونزلت المشروع من 32 يوم ل 30 يوم بزياده في الدايركت كوست اسمها 125,400، في 400 جنيه زادوا معايا في السايكل الثانيه. فانا لازم هكمل لان انا بكمل كراشنج، فيبقى انسى ال 125,000 اللي كان في الاول دي، ده كان في النورمال كيس. انا شغال بكراش ستيب وهعمل كمان ستيب وهعمل كمان ستيب. تمام، سليم جدا. يبقى انا هضيف الكلام ده على، يبقى ال 125,000 بلس يومين انا خدتهم في 200 بلس يومين خدتهم في 250، انا واخد يومين في جي واخد يومين في اتش. تمام، يوصل تكلفه المشروع بتعلى، وده منطقي في الدايركت كوست ان هي عماله تعلى، وصلت لغايه 126,300. الان دايركت كوست بتاعت سعادتك هتوصل، لان انا عندي 28 يوم و500 جنيه يبقى 14,000 جنيه. طمنونا كده ايه الاخبار، التوتال كوست بتاعي وصل ل 140,300. لو رجعنا للكيرف بتاعنا اللي احنا كنا بنحط عليه النقط بتاعتنا، انا مش عارف هو فين بالظبط، اهو ده اللي انا عندي. بقى عندي نقطه تانية هنا كمان زياده انضافت لي اسمها 28 يوم كانت واصله ل 140,400 بقت واصله ل 140,300، والكيرف عمال يعمل كده. فهو وانا بكراش الكوست بيقل، ليه؟ لان انا بوفر في الاندايركت كوست. اوكي، جميل. ابديت النتورك بعد السايكل الثالثه، لازم بعد ما تطلع من السايكل دي تعمل ابديت تاني للنتورك. انت واصل ل 28 يوم، واصل هنا في 28 يوم، واصل هنا في 28 يوم. المسار ده لسه زي ما هو بيجيب الارقام بتاعته، والرصاد ده بيجيب الارقام بتاعته، وانا عندي اثنين مسارين حرجين ماشيين مع بعض. ده بعد ما ضغطنا، ولو تاخد بالك هتلاقي ان جي كانت في الاصل 16 يوم نزلت الى 12 يوم، واتش كانت 8 ايام نزلت الى 6 ايام. نعمل ايه بعد كده؟ نعمل ايه بعد كده؟ ايه الاوبشنز بتاعتي؟ تعالوا نشوف الاوبشنز بتاعتنا لسه عامله ازاي. لسه البي ب 2200 جنيه زي ما هي، الاتش ب 250 جنيه، الجي لسه فيها نفس ولا خلصت؟ والكي كانت ب 1000 جنيه. الجي كده انت استهلكتها كلها، لان يعني انت نزلتها من 16 الى 12، ما ينفعش تنزل تاني. ما هو الموضوع مش على الاطلاق ومش شغال كده خلاص، لازم له حته براكتيكال، حته عمليه. لا انا ما اقدرش افضل اضغط اضغط لغايه فين، لا انا عندي ليميت معين مش عارف اضغط اكتر منه. جبت خلاطين وجبت اتنين بامب، جبت اتنين فرقتين، والموقع ما يستحملش ان في بامب ثالثه تخش ولا فرقه ثالثه تخش تشتغل، فبالتالي انا خلاص انا كده وصلت الماكسيمم كومبريشن او الماكسيمم كراش اللي انا ممكن اعمله. تمام، ده وضعنا الحالي، قراركم ايه؟ طب الاوبشنز اللي قدامي ايه؟ الاوبشنز اللي قدامي اوبشن 1 دايما هنبص له برضو، اللي انا عندي بي ودي هتكلفني 2200 جنيه، وعندي مسار هنا ابص على الانشطه اللي فيه هنا او هنا. والله لو عرفت اخد يوم هنا ويوم هنا وكراش يبقى ممتاز، ولو هو ارخص من بي يبقى اوبشن ايه واحد بي، اوبشن 2 اللي انا اشوف نشاطين قصاد بعض اعرف اكراش في الخطين المتوازيين مع بعض. القرار، القرار حقيقه الامر هيبقى ان انا هاخد النشاطين قصاد بعض وهشوف ارخص نشاطين، جي ما عادش فيها نفس، كي
فيها 1000 جنيه، H فيها 250 جنيه، الاثنين دول مع بعض لو انا فكرت اكراش الاثنين دول بالتوازي، لان الاثنين دولت على مسارين متوازيين مع بعض، ده وده، ممكن اخد الاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض هيكلفوني 1250 جنيه قصاد 2200 جنيه، يبقى اوبشن لنا اكراش جوه المسارات الحركة ستيل هو الارخص بالنسبه لي. كيف كان فيها كام يوم؟ كان فيها يوم واحد بس، وبصينا في الجدول بتاعها كي كانت تنزل من 10 ايام الى 9 ايام، اتش كانت تنزل من 8 ايام الى 4 ايام، اوريدي خدنا منهم يومين لان اتش بقت دلوقتي 6 ايام، فانا لسه عندي هنا يومين، فبالتالي هاخد يومين في اتش ويوم في كي، صح ولا غلط؟ لا، يوم واحد في الاثنين بقى يا دكتور، عشان ما بالظبط كده مش هيبقى ليها معنى، مش هيبقى ليها معنى لو خدت اليومين بتوع اتش، ما انا عندي يومين في اتش ما ناخدهم، لا ليه؟ لان الكي مش عارف اخد فيها يومين، لان الكي فيها يوم واحد بس، لازم الكراش اللي هتعمله في المسارات اللي ماشيه بالتوازي بارلل مع بعضها، القيمه اللي هتاخدها من هنا هي نفس القيمه اللي هتاخدها من الثاني بتاعته، تمام؟ ويبقى سايكل الثالثه بالنسبه لنا اللي احنا سايكل الرابع سوري بالنسبه لنا اللي احنا ناخد قرار، اللي احنا بص على المسارات اللي حواليك، ده 28 يوم، ده 28 يوم، في مسار جاي لي 22 يوم، احنا لسه سيف، لسه ما رناش لبقيه المسارات الثانيه. K كانت ب 1000، H كانت ب 250، هكراش K و H باي 1 داي بس، وينزل البروجكت ديوريشن من 27 الى من 28 الى 27. خلي بالكم برضو زي ما انا واصل في الدايركت كوست ومكمل عليه تراكمي، انا الاندايركت كوست عمال يقل معايا وبنزل في الديوريشن وبشوف تبعات نزول الديوريشن بتاعتي عامله ازاي. الاندايركت كوست بتاع سعادتك هيبقى 500 في 27 13500. الدايركت كوست اخر دايركت كوست وصلت له في السايكل اللي قبل كده كان فين؟ اخر دايركت كوست اللي كان هو 126300، ده اللي هكمل عليه في الجايه دي، ويبقى انا كده بكمل على 126300، وعندي يوم في 1000 وعندي يوم في 250 يوصل ل 127550، ويبقى التوتال دايركت توتال كوست بتاعي هو 141050. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكيرف ابتدى يعلى. لو انت رجعت للكيرف بتاعنا اللي احنا كنا واصلين له اخر مره، لو انا عندي هنا اليوم ال 27 بقى هكتبه هنا كده، انا عندي 27 يوم اللي احنا نازلين فيه، بقت 141050، الكيرف ابتدى يحصل فيه ان هو ابتدى يطلع تاني. فانا كنت ماشي على كيرف ماشي كده 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 وابتدى يطلع تاني، يبقى غالبا النقطه دي هي اقل نقطه بالنسبه لك، هي النقطه الاوبتيمم، او دي اقل اوبشن بالنسبه لك تكلفه ووقت، اريح حاجه بالنسبه لك ان انت لو عايز تفضل قاعد، تفضل قاعد لغايه 32 يوم بس تكلفتك 141000، لكن لو قدرت تنزل نفسك من 32 يوم ل 28 يوم التكلفه الاجماليه تنزل معاك ل 140300. لو ضغطت اكتر من كده هتخش في تكلفه زياده، عشان انا بقيت الدايركت كوست بقى ابتدى يعلى كتير قوي. ده اللي هي 141500. هات الامر لو انت التارجت بتاعك انك توصل للاوبتيمم، وايه اقل رقم اللي انا كنت ماشي بيه كده وابتدى يعلى كده، هات الامر هو ده الاوبتيمم بتاعي، وهو ده الاوفر اوبشن بالنسبه لي. ممكن نقف عند هنا طالما الكيرف ابتدى يقلب بعد كده، لانه غالبا مش هيرجع ينزل تاني، هو هيفضل الكيرف يكمل فوق كده. تكمل امتى وفي حاله ايه؟ لما يكون مطلوب مني ان انا اوصل تو ذا مينيمم ديوريشن، اقل مده للمشروع ده كام، والكوست اللي قصادها عامل ازاي. انا عايز اوصل يا جماعه للحته دي. ممكن يبقى قدامي مشروع تاني عايز اخش وافتحه والمشروع ده هيكسبني كتير، فانا ما عنديش مشاكل ان انا ادفع شويه فلوس زياده في المشروع ده عشان اخلص بسرعه، عشان انا هشبك في مشروع تاني كبير جدا ومحتاج كل الريسورس بتاعتي تروح لهناك. في مقاولين بيفكروا بالطريقه دي. نكمل في مين الاوبشن اللي جاي؟ حد لو مركز معايا، ده ابديتنج النتورك مره ثانيه، برده لازم هتابديت النتورك بتاعتك انك ماشي كده وماشي كده، ووصلنا لغايه 27 يوم في المسارين دولت، ولسه المسار ده بيجيب لك 22 يوم تقريبا.
ها كده بيبقى الاوبشن الوحيد يا دكتور كده بالظبط. لان انا ايه، لان منتهى البساطه ان الانشطه اللي هنا دي جي وكي استهلكوا، ما عادش فيهم كراش مره تانية. يمكن اتش لسه فاضل فيها كراش لمده يوم، لان هي كانت اتش لو تفتكروا كانت هتنزل من 8 الى 4، فانا لسه عندي ممكن اوصل لغايه 4 ايام بس مش هستفيد حاجه. ليه؟ لان اللي قدامه ده انا مش عارف اعمل عليه اي كراش تاني. ويبقى الاوبشن الوحيد اللي قصادي عشان اكراش فيردر كراشنج هو اللي انا ابص على بي اللي هي بتكلفني 2200 جنيه، وتبقى ساعتها تعالوا نشوف لما اخد بيها هنوصل لفين. هيبقى البي 2200 جنيه، هننزل الاثنين مع بعض. هي بي كان فيها 3 ايام كده ولا كده لو تفتكروا، كانت تنزل من 6 ايام الى 3 ايام. معنى كده انا عندي 3 ايام في 2200 جنيه ونزلت لغايه 24 يوم. متوقع طالما الكيرف ابتدى يقلب يبقى انا هكمل في العلو ال 500 في 24 ونزل الاندايركت كوست بتاعك الى 12000 جنيه. لو تفتكروا ده كان باري ب 16000 جنيه لما كنا 32 يوم، فالاندايركت كوست عمال يقل بس الدايركت كوست بيعلى، وصلنا لغايه 134000. جت منين ال 134000؟ اخر دايركت كوست وصلت لها كانت 127550. عندي 3 ايام في 2200 134000، ويبقى التوتال كوست بتاع سعادتك وصل 146000. لو تفتكروا احنا كنا بادين من هنا ب 141000 عند 32 يوم، لما دخلنا بعد كده دخلنا عند 30 يوم وصلنا للرقم ده، دخلنا عند 28 يوم وصلنا للرقم ده، ودخلنا عند 27 يوم الكيرف ابتدى يعلى، ولما دخلنا بقى بوصلنا لغايه 24 يوم اللي انا عمال اقلل هنا لغايه 24 يوم الكيرف عمال يعلى كده. وصلنا 124 يوم الكيرف وصل لغايه الرقم الهلامي الكبير قوي اللي هو اسمه 146150، والاوبتيمم بتاعي هو عند 28 يوم، والكيرف عمال يعلى معايا كده. بس انا عرفت ان انا اكتر حاجه ممكن اوفر فيها المشروع هو عند 24 يوم، وعند تكلفه اسمها 146000، بحيث المالك لو قعد معايا قال لي لما احب اخرجك بدري وتخرج بدري من المشروع انا هخرج عند 24 يوم بتكلفه اسمها 146000. ابديت النتورك تاني وخليت بي دي 3 ايام، اجمالي المشروع ب 24 يوم. ده المنظر بتاعنا فعلا. انا ابتديت كده وطلعت لغايه فوق هنا كده، ده الايام، ودي الاوبشنز المختلفه اللي عندي. عندي احسن حاجه، عندي يعني اطول حاجه اللي انا هقعد فيها 32 يوم تكلفه كذا. انت كمقاول انترنلي لازم هتارجت انك تشتغل على 28 يوم بالتكلفه دي. المالك لو طلب منك صلح لي الوضع شويه او قصر لي الوضع شويه عند 24 يوم، هيبقى عند الرقم ده، وده اقل حاجه اعرف اديها لك يا مالك وانا قاعد معاك. هو الاوبشن ده ما اعرفش اخترع احسن من كده. كده انت شفت كل السيناريوز قدامك. هو ده التوبيك اللي اسمه التايم كوست تريد اوف، او التجاره والمقارنه ما بين التايم والكوست. لما التايم يطول يبقى عامل ازاي، لما التايم يتاثر يبقى عامل ازاي. بتوفر مع الاندايركت كوست، لكن الدايركت كوست بيزيد. تريك كده معاكم، لو انا هرجع للاول تاني ما كنا، انا بتحسن طول ما ايه، مش قاعدة ولا نحفظ حاجة ولا اي حاجة، بس انا بتحسن او الكوست بتاعي بيقل طول ما ايه، طول ما الزيادة في الدايركت كوست، انا الدايركت كوست عمال يزيد، اقل من الاندايركت كوست. يعني الانترفل اللي بتزيد في الدايركت كوست، يعني هنا انا كنت بزود في الدايركت كوست في سايكل 2 دي، كنا بنزود في الدايركت كوست يومين، واليوم الواحد ب 200 جنيه، واليوم اللي بوفره في الدايركت كوست كان 500 جنيه. انا بالخطوه دي انا عارف ان انا هطلع اقل. ليه؟ لان الكراش بتاع الدايركت كوست هو زياده 200 جنيه. في نظير اللي انا بشيل من الدايركت كوست 500 جنيه، فانا عارف ان انا هطلع اقل. تمام؟ فبالتالي انا عارف ان انا هدفع يومين بس وفرت كمان في الاندايركت كوست.
اليوم سايكل فورما تريد ان انا اعرف لا ان انا بطرح قدرت قوست وبالتالي عشان كده الرقم ابتدى يعني معايا ارقام مخيفه. اه ممكن اداره كوست عالي زي البشمهندس مره ما سالني قال لي هو الاداره كوست ده يعني كام في الميه؟ لا ده بيمثل ارقام وممكن الشركه تخسر بالذات لما تكون متورطه في ان انا مضطر اجر كرفانات بيوت عمال شقق سكن. يعني عايز اقول لكم في مشروع في برج العرب متاجر له فيلا معموله المكتب الفني للمقاول وللاستشاري وللمالك فيلا في برج العرب كوست رهيب بيدفع فيها حوالي 50000 جنيه في الشهر فده مش عامل حساب. anyway هو ده الفكره بتاعتنا وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه في التايم كوست تريد اوف. انا ممكن اقف عند هذا الحد عشان ما اكونش لخبطتين او يعني تكونوا فهمتوا القدر اللي انا عايز اقوله ولو في اسئله ممكن تتفضلوا تقولوا اسئلتكم ايه. الو دكتور مع حضرتك.